روسيا هو شريك استراتيجي وشريك استراتيجي في هذا الميدان ديال الصيد البحري. كانت هناك واحد اللجنة يعني مختلطة رابعة اللي تكلمت على الاتفاقية، وكتعرفوا بأنه في 2020 غادي تقاد الاتفاقية اللي كاينة الآن مع روسيا، وغادي نبداو في نقاش اتفاقية جديدة. ولكن في إطار هذه الاتفاقية اللي هي موجودة كاين تحسين الموارد والإمكانيات اللي كنا متفقين عليها، وكاين واحد العمل أنهم كياخذوا واحد العدد ديال الملاحظين وديال الناس اللي كيشتغلوا في البواخر، تقريبا 380 واحد اللي خدامين اللي كيكونوا معاهم. كاين كذلك لا ريشيرش كيعطيونا كيصيفطوا بعض البواخر ديال البحث العلمي اللي كتنفع المغاربه، وكاين امكانيات ديال التكوين كذلك. وهذا اتفاق اللي هو كيمكن روسيا للولوج المياه ديالنا الاقليميه باش يمكن يكون فيها الصيد البحري، وكتحاولوا ما اكثر كما هو اليوم هنا في اكادير باش يقدروا ينزلوا يعني الحوت ديالهم والمواد اللي هي تصيدات في الموانئ المغربيه، باش يكون واحد يعني امكانيه ديال التثمين ديال الموارد البحريه. اذا علاقات طيبه، وكتكون سنويا يعني واحد التقييم اللي يمكننا نقولوا بانه ايجابي واللي غادي يدينا ل 2020 ان شاء الله.